أهلا بكم معنا إلى نشرة أخبار الثقافة من قناة عمان الثقافية، والبداية مع أبرز العناوين. وجهة فعالية تثقيفية حول طبيعة الابتعاث لطلبة الدبلوم العام. لقاء تعريفي حول جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في بيروت. وادي دربات طبيعة خلابة تجذب السياح خلال موسم الخريف بمحافظة ظفار. أهلا بكم. لتثقيف طلبة الدبلوم العام عن طبيعة الابتعاث ومساعدتهم في تحديد مسارهم وتخصصاتهم المستقبلية، نظمت وزارة التعليم العالي فعالية وجهة بنسختها السادسة، والتي تضمنت معرضا وندوات عمل تفاعلية تهم الطالب وولي الأمر عن الابتعاث والتكيف النفسي والخطة المستقبلية. تجربة الابتعاث هي تجربة مختلفة بالنسبة لعدد كبير من الطلبة الذين أنهوا مرحلة التعليم المدرسي. تهيئة خريجي الدبلوم العالي للمرحلة الجامعية كتمهيد الطالب فكريا وثقافيا حول التنوع الحضاري والعلمي لدول الابتعاث، وتوفير فرص المشاركة مع نظرائهم ممن قطعوا فترات زمنية في الدراسة بالخارج، كانت أهم ما تم بحثه في هذه الفعالية. جئت إلى هنا لأتعرف على خبرات الآخرين، وتعرف إلى دول الابتعاث التي تبتعث إليها الوزارة، وتعرف أكثر إلى التخصصات التي توفرها السلطنة التي قد تحتاج إليها في المستقبل القريب. جئت لملتقى وجهة حتى تكون عندي خلفية أكثر قبل أسجل خياراتي النهائية. نعرف تجارب الطلبة المبتعثين، نستفيد منهم ونعرف المهارات والخبرات اللي لابد نحن نكتسبها عشان نقدر نحصل على البعثات اللي نحن نريدها والتخصصات اللي نحن نريدها. التثقيف والتنفيذ والمتابعة مراحل ركزت عليها المبادرة، والتي تمثل الاستعداد ونقطة الانطلاقة لطلبة الدبلوم العام نحو مسار الابتعاث بشقيه التعليمي والمهني. تخلل الفعالية معرض مصاحب يمنح المشاركة لجميع الجمعيات الطلابية والطلاب المبتعثين والخريجين من دول الابتعاث. الجمعيات الطلابية المشاركة في الفعالية استعرضت نبذة عن بلدان الابتعاث ومعلومات عن طرق العيش في تلك الدول، إضافة إلى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. هدف الطلاب هنا توعية الطلاب الجدد اللي هو مخلصين الثانوية العامة، وتثقيفهم بأهم المعلومات عن الدولة، سواء المعلومات عامة عن الدولة أو المعلومات الدراسية والتخصصات، وإيش الأشياء المهمة والأساسية اللي يحتاجها الطالب. إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي، مسقط. بهدف التعريف بجائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والآداب في تعزيز الإبداع الفكري والثقافي والفني في المجتمعات العربية، جاء تنظيم سفارة السلطنة في العاصمة اللبنانية بيروت اللقاء التعريفي بالجائزة. اللقاء تطرق إلى دور الجائزة في تشجيع المفكرين والأدباء والفنانين على البحث والتنافس في مختلف مجالات المعرفة، كما تم خلاله الإعلان عن فتح باب الترشح حتى 15 أغسطس المقبل في الدورة الثامنة للجائزة لعام 2019 في مجالات أدب، رحلات، ودراسات علم الاجتماع والطرب العربي. وستكون مدينة صلالة إحدى محطات هذه الرحلة في 22 من شهر يوليو الجاري. يعتبر وادي دربات من أهم المواقع السياحية بمحافظة ظفار التي يرتادها السياح، حيث الطبيعة الخلابة والأجواء الخريفية الجميلة. من النظرة الأولى لهذا المكان تعلم أنه وادي دربات، ذلك الوادي الذي يزداد جمالا كل يوم مع تساقط الرذاذ الذي يعطر المكان برائحة الخريف، فتستقر النفوس لتعيش أجمل فصول الطبيعة. صراحة المنظر جميل جدا، والجو جميل جدا، والمكان جميل ونظيف، ويستحق
أن الإنسان يستمتع بهذا الجو الجميل وبهذه الأجواء الجميلة. وصراحة المكان من أحسن ما يمكن وإبداع، ولم أكن أتصور أني أرى مثل هذا المكان. وجود هذه القوارب التي يديرها شباب عمانيون أضفت لهذا الوادي مساحة أخرى من الجمال، لتكتمل الصورة الخريفية بقضاء أجمل الذكريات وسط هذه الطبيعة وخرير المياه التي تنساب بهذه الصورة، فيوثق المكان ليبقى في الذاكرة. احنا جايين من البحرين وقت سياحي، والحمد لله توفقنا في مشوارنا، مشوار جميل والأجواء جميلة ما شاء الله، خريفية وأجواء روعة جدا روعة ما شاء الله، ما توقعنا الأجواء بهذا المستوى الراقي. يعني أول مرة نجي عمان وجينا الوادي مع الأهل وركبنا القوارب، وكانت تجربة مرة 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 جميلة، وإن شاء الله نعيدها. رذاذ وجمال طبيعي وتنوع بيئي يجده الزائر في هذا الوادي. سالم زعبنوت المهري من وادي دربات محافظة ظفار. أخبار الثقافة مستمرة معكم من قناة عمان الثقافية، وتتابعون فيها بعد قليل. إرسال أجهزة روبوت لنشر تلسكوبات على سطح القمر. أهلا بكم من جديد. في ظل المساعي والجهود الرامية لتعزيز اكتشافات الفضاء التي تم التوصل إليها، تعتزم إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا إلى إرسال أجهزة روبوت لنشر تلسكوبات لاكتشاف المزيد عن سطح القمر. الوقت الذي تسابق فيه الولايات المتحدة الزمن لإعادة البشر إلى القمر للمرة الأولى منذ 50 عاما، يهدف مختبر تموله إدارة الفضاء والطيران الأمريكية ناسا بولاية كولورادو إلى إرسال أجهزة روبوت إلى هناك لنشر تلسكوبات ستسبر أغوار مجرتنا ويتحكم فيها رواد الفضاء عن بعد. وتعد التلسكوبات اللاسلكية التي ستزرع على الجانب البعيد من القمر من بين مشروعات عديدة تباشرها وكالة الفضاء الأمريكية وشركات خاصة ودول أخرى ستغير وجه القمر خلال السنوات العشر المقبلة. وقال جاك بيرنز مدير شبكة الاستكشاف وعلوم الفضاء في جامعة كولورادو التي تعمل على مشروع التلسكوب، إن الوضع لا يشبه برنامج أبولو الذي كان في أيام الأجداد. وأضاف أن هذا برنامج من نوع مختلف للغاية، والأهم أنه سيتضمن تضافر عمل الآلات والبشر. وسيرسل فريق بيرنز عربة متجولة على متن مركبة إنزال قمرية إلى الجانب البعيد من القمر، وستستكشف العربة السطح الصخري الوعر بما في ذلك جبل يزيد ارتفاعاً على أي جبل على سطح الأرض، لتضع شبكة من التلسكوبات اللاسلكية دون مساعدة كبيرة من البشر. وسيتمكن رواد الفضاء من التحكم في الذراع الآلية الوحيدة للعربة المتجولة من موقع في مدار حول القمر سيطلق عليه اسم جيتوي، تعكف مجموعة من وكالات الفضاء الدولية على تأسيسه. وستكون المنصة نقطة عبور من وإلى سطح القمر،
ومحطة لتزويد مهمات الفضاء السحيق بالوقود. وستضع العربة المتجولة التي يجري بناؤها في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في باسادينا بولاية كاليفورنيا التلسكوبات التي لا يزيد حجم الواحد منها على حجم علبة الحذاء على سطح القمر المكون من أتربة وصخور محطمة. وبعيداً عن تشويش ضجيج الإشارات اللاسلكية والضوء الذي يعوق رصد الفضاء من على سطح الأرض، يقول بيرنز إن التلسكوبات ستحدق في الفراغ الكوني وتستكشف بدايات نشوء المجموعة الشمسية. ويسلط العمل في كولورادو وغيرها الضوء على خطة ناسا الرامية إلى وجود دائم على سطح القمر، على عكس مهام أبولو التي أرسلتها في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين. يشترك الرجل والمرأة في بناء الأسرة اللبنة الأساسية في كل المجتمعات، ولأن الرجل يخرج لكسب العيش تقوم النساء بأدوار عديدة في البيت لتتشارك معه المسؤولية. ولأجل ذلك يقام مهرجان تقليدي يعود إلى القرن السادس عشر في قرية تومار بالبرتغال، إذ تخرج النساء في مسير وعلى رؤوسهن أطباق من الخبز والزهور ويرافقهن الرجال لمساعدتهن إذا ما دعت الحاجة. في قرية تومار البرتغالية خرجت أكثر من 700 امرأة وعلى رؤوسهن أطباق التفت فيها أرغفة الخبز بالزهور احتفالاً بمهرجان تقليدي يعود إلى القرن السادس عشر ويقام كل 4 سنوات، وذلك للتعبير عن الامتنان لكل النساء اللاتي يغمرن عائلاتهن بالحب والعطاء. ولأن الحمل مشترك يخرج الرجال برفقة النساء في هذا الكرنفال الممتد إلى 6 كيلومترات لتقديم المساعدة إذا دعت الحاجة. شاركت في هذا المهرجان لأول مرة وكنت في 16 من عمري، كان كالمغامرة، فقد حاولت جاهدة تثبيت الطبق ولكنه سقط بسرعة على الأرض. واليوم وأنا في 40 من عمري رغبت في العودة للمشاركة في هذا المهرجان الجميل. في الواقع حمل الأطباق ليس سهلاً. يجذب هذا المهرجان التاريخي مئات الآلاف من السياح ليشاهدوا النساء اللاتي يعبرن عن فخرهن بتلك القوة النابعة من عاطفتهن الكبيرة التي تجعل كل صعب سهلا في سبيل منح السعادة لعائلاتهن. ختاما لنشرتنا الثقافية نعود هنا للتذكير بأبرز العناوين. وجهة فعالية تثقيفية حول طبيعة الابتعاث لطلبة الدبلوم العام. لقاء تعريفي حول جائزة السلطان قابوس التقديرية للثقافة والفنون والأداب في بيروت. وادي درباط طبيعة خلابة تجذب السياحة خلال موسم الخريف بمحافظة ظفار. نلتقيكم بإذن الله تعالى في جولة أخرى من أخبار الثقافة. نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.